وفي الحج الله تعالى يحذر الناس من هذا اللسان، يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى الجدال يعني روض نفسك. يقول الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء منه جدل، هذا طبع متأصل فيه، ويقول أدب نفسك على أن لا تجادل، أن لا تجادل. مرة كنا في مزدلفة في الحج، في مزدلفة تعرف يختلطوا الناس، يعني ماشي هناك خيام عمانيين وخيام معرفة، كلها الدنيا كلها تختلط في مزدلفة. فاحنا فرشنا عدال إخوة مصريين، مجموعة كبيرة جدا وكلهم طاوعة. أقمنا لصلاتي المغرب والعشاء، أقام أحد لإخوان من قريات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني لم يفرد الإقامة، لم يفرد الإقامة. فتقدمت أنا، فلجى واحد هذا الإخوة المصريين وهمس في أذني، قال يا مولانا هذا ربع الإقامة، يعني أقام إقامة رباعية، تو وقت الإقامة، إيش أجاحدك تو اللي أجاد لك، تو باغي يكبر تكبيرة الإحرام، كيف أقنعك إن هذا اللي سواه يعني صحيح؟ قلت له صحيحة على مذهب أبي حنيفة، هو أبو حنيفة كذاك يربع الإقامة. فرجع قال له صاحبه إيش قال لك إيش قال لك؟ قال يقول صحيح على مذهب أبي حنيفة، كبرنا وما رفعنا ولا كفتنا وصلينا ولا حد قال آمين منا وسلمنا تسليمة واحدة. فجاني مرة ثانية بعد التسليم قال أنتم ما رفعتوا؟ قلت له على القديم مذهبي مالك والمالكية كذلك، عنده في المنتقى والباجي ذكر ذلك وابن حجر ذكر ذلك والشوكان في فن الأوطار، قال أن المالكية القدامى كان لا يرفعون. قال سبحان الله، وما تقبضون أيديكم؟ قلت له كذلك، هو مذهب الإمام مالك هذا، وهو إمام أهل المدينة من أهل السنة والجماعة. قال ما شاء الله، وما قلت آمين؟ قلت له على مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت أول الأئمة الأربعة. قال سبحان الله، وسلمت تسليمة واحدة. قلت له ذكرها أبو داود في المراسيل قولا على الإمام الشافعي أن تسليمة واحدة وهو المعتمد عند المالكية. قال سبحان الله، شيء من عند المالكية وعند الحنفية وعند الشافعية. قلت له نحن نجمع ولا نفرق، وكذا الحمد لله كفينا فكه عن يتكلم عنا وعن جادله في الحج وسكت، والحمد لله كفى الله المؤمنين القتال. أحسن عن تجادله وتدخل معه في احتكاك وصدام، والله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.